انا مشكلتي ان انا منفصله من 2019، اولادي متاخدين مني من باباهم. هم 3 اولاد كان وقتها اعمارهم 9 و11 و4 سنين. كنا في مشوار، خد الاولاد ومشي. بعد شهرين استلمت الصغير في المحكمه ومضيت للاب تسويه رؤيه، هو بيجي يشوفه كل اسبوع، وانا بقالي 2.5 سنين مش عارفه انفذ قرار المحامي العام، وانا ام حضنه والطرف الغير حاضن واخد حقه القانوني في الاولاد اللي هو بيشوف ابنه اللي معايا كل اسبوع. في مره من المرات الولد كان راجع من المدرسه، شفته في الباص وكان معايا القوه، كنا نازلين ننفذ عادي على البيت يعني، والولد فضل في الباص وحاولت استلمه ومنعوني، قالوا ممنوع ما تستلميش في الباص، في البيت استلمي مش في البيت ما تستلميش. يعني الولد بيني وبينه وزاد عربيه ومش عارفه اخده، مع اني ام حضنه ومعايا ولايه تعليميه. عايزين قوانين تحمي حق الاطفال وحق الطرف الحاضن والطرف الغير حاضن، وعايزه القانون يحمي حقوق كل الاطراف. هذه حكايه